ندرة وقيمة هذه العملة العربية لا يعود فقط لكونها سكت قبل أكثر من 1000 عام، ولكن أيضاً لأنه تم العثور عليها على بعد ملايين الكيلومترات. هنا حيث بلدة هوبرو في شمال غرب الدنمارك، كانت فتاة تمارس هواياتها في البحث عن المعادن بأحد الحقول، حين عثرت على كنز نادر عبارة عن 300 قطعة نقدية بينها عملات عربية إسلامية، وذلك بالقرب من حصن الفايكينغ الشهير. ومن المعروف أن الفايكينغ حاولوا غزو بلاد الأندلس في عهد الدولة الأموية سنة 843 ميلادية طمعاً في ثرواتها، لكنهم تعرضوا بعد عدة معارك للهزيمة وأرسلوا سفراء لطلب الصلح، ورد الخليفة بإرسال سفراء إلى الدنمارك، ثم نشطت الحركات التجارية المتبادلة. وتذكر عدة مصادر تاريخية أن الفايكينغ كانوا مولعين بالقطع النقدية العربية لكونها الأعلى جودة وجمالاً، لدرجة أنهم دفنوها مع الكثير من الكنوز قرب حصن الفايكينغ الذي بناه الملك هارلد بلوتوث، اعتقاداً منهم أن هذه العملات ستعود إليهم بعد الموت.